اليوم ثلاثاء الموافق 16/3/2021 راح نبلش في تشابتر جديد اللي هو النيرفس سيستم. نتحدث عن هذا السيستم، مهم جدا يا جماعة، بتحكم في كل شيء فينا، بتحكم في أفكارنا، بتحكم في الأورجانز، في كل شيء فينا، في سلوكياتنا، في حركة البادي أكتيفيتيز كلها. لازم نفهم هذا النيرفس سيستم، جهاز مهم شوي طويل لكنه مهم جدا لطلاب الصيدلة، لأنه بناء على فهم هذا الجهاز بإمكانك فيما بعد تفهم طبيعة الأدوية كيف تأثر على الجسم، وهو من أهم الأجهزة اللي بأهلك فيما بعد إنه تدخل على المواد المتقدمة زي الباثولوجي والفارماكولوجي. أوكي، نبلش في النيرفس سيستم يا جماعة. The nervous system. الآن قبل ما نبلش ديبلي، خلينا نعطي شوية basic knowledge عن النيرفس سيستم. حكوا النيرفس سيستم يقسم إلى قسمين، الأول يسموه central nervous system، والثاني يسموه peripheral. peripheral كلمة معناها طرفي، peripheral. أوكي، نيرفس سيستم، شو الفرق بيناتهم؟ طلع الآن النيرفس سيستم إن جنرال المقصود فيه هو كل شيء في أعصاب النيرفس سيستم في الجسم. لو أشوف وين موجود هذا الجهاز في الجسم، بتلاقيه موجود في البرين، هون، وبتلاقيه موجود في السباينال كورد جوا العمود الفقري، داخل فقرات العمود الفقري، spinal cord. هذا عبارة عن نيرف كبير اسمه spinal cord. هنا بتلاقي النيرفس سيستم. أيضا بتلاقي البرين خارج منه نيرفز ورايحة على الأورجن، سواء من جهة الليفت أو الرايت. هاي النيرفز اللي خارج من البرين والspinal cord ورايحة على الأورجان طرفية، فمن هنا بنسميها peripheral nervous system. أما البرين والسباينال كورد بيكونوا في الوسط، فبسموهم central nervous system، مركزي وسطي، وخارج منهم نيرفز بسموها peripheral nervous system. واضح؟ شو الفرق بين central and peripheral nervous system؟ أوكي، هذا in general. هاي البرين يا جماعة، هاي البرين، وهي السباينال كورد، هذا سميناه السنترال برين والسباينال كورد. البيريفيرال اللي هي النيرفز اللي خارجة منهم، طبعا عددهم تقريبا 43 نيرف ليفت ورايت، هذا بنسميه البيريفيرال نيرفس. اوكي، البرين ايضا النيرفس سيستم ممكن يسموه كريني، يعني بسموه برين او كرينيال، اخذتوها في الاناتومي كرينيال ان جنرال، يعني هي مسمات مرادفة للبرين. طيب الآن وضحنا شو النيرفس سيستم، تركيبه هو نوعين سنترال وبيريفيرال. نيجي على النيرفس سيستم نفسه يا جماعة، لو جيت أخذت مقطع من البرين أو مقطع من السباينال أو مقطع من النيرفس هاي البيريفيرال، أخذت منها مقطع مقطع وطلعت تحت الميكروسكوب على تركيبهم من في النيرف، راح تلاحظ إنه بتشكل من هيك يا جماعة، بتشكل من وحدة هيك شكلها، هذا الشكل سموها نيورون. نيورون طبعا النيورون لو نيجي ندرس تركيبه، قالوا في إله رأس سموه سيلبدي، وخارج من السيلبدي تفرعات سموها دندرايتس، تفرعات سيلبدي. هنا في عندي نيوكليوس، خارج منه محور سموه أكسون، ما بين الأكسون والسيلبدي هنا العنق، هذا بسموه أكسون هيلوك، عنق في ترجمتها أكسون هيلوك. والفينيشنج للأكسون هنا طبعا هو هيك ببلش النيورون، من الدندرايت
للفينشينج للاكسون هون سموها تيرمينال اند، تيرمينال اندز او سموها اكسون اند، سميها زي ما بدك، تيرمينال بالبس او اي مسمى اخر، كلها تحت نفس المعنى نهايات الاكسون. هذا ان جنرال تركيب الاكسون. لو بدي اوضح الاكسون هذا، او اسف النيرون، هذا اسمه نيورون. نيورون كلمه لاتينيه معناها عصبون، نيورون نيرف. خلينا نوضح اكثر الان. النيورون لو فرضنا انه طوبه بلوك، جيت انا بدي ابني حائط، اعمل حائط. الحائط شو اساسه؟ بلوكس، طوبه ورا طوبه ورا طوبه ورا طوبه، حطيت طوب مع بعض، بلشت ابني في هالحائط اللي اساسه طوب. كل طوبه هنا في بناء الحائط هذا اسمها نيورون. فالبرين عندي تشكل بناء على مجموع النيورونات. فنيرون مع نيرون شكل عندي كتلة تشو نسيج اسمه البرين، ومنه سميناه نيرفس سيستم أو نيرفس تشو. كذلك السباينال كورد اللي شكلوا مجموعة من النيرونات. طبعا النيرونات في البرين عددها في البليون، بليون اوف نيرونز شبكت مع بعض وشكلت عندي نسيج. السباينال كورد عدد النيرونز فيه بالمليون، كذلك جمعت المليونز اوف نيرونز شبكت مع بعض وشكلت السباينال كورد. البيريفيرال كذلك مليون جمعت وشكلت عندي نيرف، هاي النيرونات، هذا النيرون. فالطوب الاساسي لبناء نيرفس سيستم هو، او الحائط هذا هو النيرون. الان النيرون تعرفوا، خلينا نحكي الحائط بدك تعمل له مثلا تجميل، دهان، معجون، حتى تجمله وتغطيه ويكون ثابت، الطوبة مكانها ما تزحزح وبتعطيها جمالية، بتحافظ عليها. هاي بتكون مواد داعمة للطوبة اللي المقصود هنا النيرون. هاي المواد اسمها يا جماعة supporting cell. فالنيرون بتحيط فيه خلايا داعمة تحافظ على بقاء حياته. وأنا keep neuron life، تحافظ على بقاء حياته، اسمها supporting cell. فالجهاز العصبي nervous system مكون من آلاف وملايين وبليون of neurons مع الخلايا الداعمة supporting cell. هذا ان جنرال مقدمه بسيطه عن النيرفس سيستم. نيجي نحكي عن نيرون. شرحنا النيرون اللي هو هذا تيرمينال اند اكسون سيل بودي دندرايتس والاكسون هيلوكورد. النيرون هو يعتبر البيزك ستراكشرال اند فانكشنال يونت اوف ذا نيرفس سيستم. حكينا هو وحده البناء والوظيفه، هو الاساس، هو الطوبه اللي بنى فيها الجهاز العصبي. Basic structural and functional unit of the nervous system. النيرون من أهم وظائفه هو يكون عنده قدرة على استقبال المؤثرات الخارجية. Stimuli. الستيمولاي هي بتكون chemicals، يا أيون يا هرمون يا drugs، تدخل الجسم وبتأثر عليه. Chemical stimuli. الآن على أثر هذا المؤثر النيرون شو وظيفته يا جماعة؟ لما بيجي عليه مؤثر خارجي شو بيعمل؟ بيعمل عندي كهرباء اسمها Electrical Chemical Impulse، تيار كهربائي كيميائي، بيعمل عندي كهرباء Electrical، هاي وظيفته Electrical Chemical Impulse. هاي الكهرباء بتمشي في النيرف وبتروح على الهارت، كهرباء هاي الامبولس، وبيقول للهارت اشتغل، بحفز الهارت كهرباء، بحفز الكدني، بحفز المسلز، وهكذا. هاي وظيفة الالكتريكال كيميكال امبولس. بيروح على الجلانز، هذا التيار الكهربائي شابك مع النيرف، بحكي للجلانز افرز الهرمونات، كله بواسطة النيرون. والنيرون بيصنع هذا الالكتريكال كيميكال امبولس حتى يحفز الاورجان وتقوم بوظائفها.
من أهم خصائص النيرون أو وظائفه هو بيلعب دور كبير participate أو perception of بيلعب دور في sensory stimuli هو من يعني يتم استشعار الأشياء الخارجية سواء من داخل الجسم أو من الخارج هو بيستشعر السنسوري. أيضا وظيفته التعلم الليرنينج النيرون هذا هو اللي بيلعب دور في عملية التعلم. أيضا النيرون يعتبر ميموري ميموري يعني بحافظ على الذاكرة جواته هو عبارة عن فلاش ميموري داخله كل الأشياء اللي أنا بتذكرها. أيضا بيلعب دور النيرون بتحكم في المصل بتحكم في العضلات. النيرون إذا النيرف إجى على العضلة خلي العضلة تنقبض ليش؟ لأنه فيها كهرباء حكينا بيو إلكتريكال إمبولس. أيضا النيرون بيخلي الجلانز شمالها تفرز الهرمونات اللي داخلها. فالنيرون له وظائف عديدة. ميزة في النيرون اللي ما عدنا نعرفها النيرون مسؤول عن الميموري وكونه مسؤول عن الميموري يا جماعة النيرون لا ينقسم non divided mitotically لا ينقسم mitotically okay. ليش لا ينقسم؟ يعني after birth النيرون لا ينقسم. شو السبب؟ مين يقول لي بعد الولادة النيرون هو الوحيد اللي في الجسم الذي لا ينقسم فقط بصير الجروث نمو. ليش؟ دكتور لو انقطع ما رح يؤدي الوظيفة الأساسية تبعته. نعم إذا انقسم رح نفقد الذاكرة لأن الذاكرة مخزنة جواته تعلم الأشياء مخزنة جواته فإذا انقسم فبالتالي أنا الإنسان بفقد الذاكرة بفقد الأشياء اللي تعلمها وغير هيك هو فقط قابل للنمو. كل ما كبر النيرون كل ما زادت عملية التعلم وعملية حفظ الأشياء اللي بتدور حواليه. أوكي هاي من مميزات النيرون. الآن حكينا إحنا الجهاز العصبي مكون من مليون أو بليون أوف نيرونز مع سبورتينج سيل. نيجي على سبورتينج سيلز. طلعوا يا جماعة هاي عندي أنا البرين وهي السباينال كورد. نكتب هنا برين وهنا سباينال كورد. هذا سميناه سنترال نيرفس سيستم. النيرفز اللي خارجة منه ورايحة على الأورجن هارت جلانز غيرها أي organs طلع عليها كيدني هذا سميناه peripheral nervous system. طيب الآن النيرون اللي جوا البرين هذا النيرون نيرون هذا جوا البرين الخلايا اللي بتدعمه supporting cells اللي بتدعمه جوا البرين والspinal cord هذا central خلايا الداعمة هنا بنسميها جليا اللي بدعم حياة النيرون اللي موجود في السنترال اللي هو البرين والسباينال كورد الخلايا الداعمة إله بنسميها جليا جليا أو بنسميها نيوروجليا لأنه بنحكي عن نيرفس سيستم. أما الخلايا الداعمة للنيرون اللي شكل البريفيرال هذا الخلايا الداعمة إله لحياته بنسميها جليال نضيف حرف ال هيها جليال وهي جليا او نيروجليا نيروجليال. واضح شو مسميات السبورتنج سيل بميزها هاي جليا نهايه فينيشينج يا اما في البيريفيرال نيرفس سيستم جليال. طبعا هنا انا بعني السبورتنج سيل اللي بتدعم حياه النيرون واضح لي هاي بتدعم حياته. طبعا الميزه في السبورتنج سيلز هنا تنقسم مايتوتيكلي النيرون حكينا نوت ديفايدد لكن الجليا والجليال ديفايدد. ليش؟ لانه كل ما انقسمت وتجددت بتحافظ لي على حياه النيرون
وراح نشرح كيف هاي سبورتنج سيل تحافظ على حياه النيرون. طيب بلش في النيرونز تركيبه. حكينا تركيب النيرون هيو، طبعا هاي الرسمات سبقت لكم اياها، انا بهمني هاي. هاي النيرون له سيل بادي، طلع اول جزء حكينا هذا دندرايت، دندرايتس اللي هون السيل بادي، نعيدها. هذا اكسون هيلوك عنق النيرون، هذا اسمه اكسون، وهذا اسمه تيرمينال اند، تيرمينال اند او تيرمينال بلبس. هذا تركيب النيرون الريجنز اللي موجوده فيه. الان في السيل بادي هنا في عندي النيوكليوس اللي هي هيها النيوكليوس، في جولجي اباراتس، ميتوكوندريا، مكونات الخليه في السيل بادي بتقوم بانشاء البروتينات والانزيمات اللي بتحتاجها النيرون. فمركز تصنيع والحفاظ على النيرون في السيل بادي. طبعا الان حكوا النيرونات انواع، في عندي موتور نيرون، في عندي سنسوري نيرون، في واحد ثالث مش مكتوب هنا اسمه انتر نيرون. انتر نيورون، شو الفرق بيناتهم؟ طلع هاي جسم الانسان، فرضنا هاي اليد. الان جسمك تعرض لحراره، احكي هيك فاير حراره. الان جوا اليد بتلاقي في عندك هنا بادز او بنسميهم ريسبتورز. هاي الريسبتورز عباره عن نيرون، هذا السيل بادي، هذا دندرايت، هذا النيرون، وهي الاكسون بفوت جوا مع التيرمينال اند. هذا اسمه سنسوري نيرون، بيستقبل المؤثرات الخارجيه، بيعمل كهرباء، بيوديها على السنترال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم فيه ايضا نيرون، مليون اوف نيرونز. هاي بسموها انتر نيرون اللي هو سي انتر نيرون. هاي وظيفتها الاولى سنسوري، الانتر نيرون تحليل، بيعمل انتجريشن. ها انتجريشن، انتجريشن تحليل معلومات. شو المشكله؟ والله في حراره عاليه، دغري رده الفعل بتيجي من نيرون متحرك طويل بروح على العضلة هون، بيحكي للإنسان ابعد. هذا اسمه موتور نيرون. ففي عندي سنسوري تحليل انتجريشن في السنترال، وموتور بروح على العضلة، هذولا بيريفيرال، هذولا سنترال. سنترال بيحلل، السنسوري والموتور يعتبروا بيريفيرال، بتحكموا بيستشعروا باللي ايش اللي بصير وردة فعله. هذا ان جنرال عندي ثلاثة نيرون، سنسوري انتر نيرون او انتجريشن نيرون وموتور نيرون. طبعا كيف بدي اميز بيناتهم؟ بالشكل يا جماعة. طلع رسمي هاي بدي اطلع لقدام شوي. انواع النيرونات او اشكالها، بنرجع هذا اللي عدناه. عندي اول نوع مالتيبولر نيرون، هذا وين موجود؟ موجود في السنترال نيرفس سيستم اللي هم البرين مع السباينال كورد، وموجود في الموتر ردة الفعل. هذا كيف شكله؟ طلع هاي السيل بادي، اكسون، تيرمينال اند. طلع من السيل بادي طالع عندي اكثر من دندرايت، فاذا كان سيفرال دندرايت هذا سمي بلتي بولر، اللي هو موجود في البرين والموتر مالتي بولر، هو اكثرهم يعني 90% منهم مالتي بولر اللي هو الانتر نيرون والموتر. نوع الباي بولر هنا يا جماعه كيف بميزوا عن المالتي بولر؟ هي السيل بادي خارج منه اكسون وخارج منه دندرايت، طلع خارج 1 اكسون وخارج 1 دندرايت. انسوا الصغر اللي هنا، طالعين من السيل بادي 1 دندرايت 1 اكسون، بينما في المالتي بولر سيفيرال دندرايت، هذا بنسميه باي بولر. وين موجود هذا الباي بولر؟ موجود في السنسوري، هذا السنسور. اما هذا موتر والانتر نيرون. السنسوري موجود هذا الشكل، موجود في العين الريتينا، في الحواس
الشم وموجود في الأذن. هيك شكله. في عندي سنسوري آخر هذا يونيبولر برضو سنسوري، لكن موجود في أماكن أخرى غير العين والأنف اللي هو في الجسد في الأحشاء. هذا يونيبولر. كيف بميزه عن البايبولر؟ طلع الأكسون والدندراي طالعين من نفس المكان من نفس الخط، هنا لا من different position في السيل بادي، هنا من one position من السيل بادي، طبعا one axon one dendrite. الآن النوع الأخير اللي هو هذا الآن axonic neuron، هذا بيكون بيناتهم. يعني مثلا هاي البرين حكينا في مليون of neuronات billion، حكينا النيرونات اللي موجودة هنا اسمها multipolar neuron أو أي نوع من الانتيبولر، حكينا نوعين، هذا اسمه انتجرال بروت أو انتر نيورون، وفي عندي الموتور اللي بيخرج من البرين سباينال كورد. الآن ما بينهم هنا النيرونات هاي البليون، في عندي وصلة توصل الكهرباء بيناتهم اسمها ان اكسون نيرون، هي وظيفتها ريجوليت لوكال الكتريكال تشينج، ما إلها اكسون، فقط دندرايت والسيل بادي ما في أكسون. هاي وصلة بتوصل الكهرباء بين النيرونات. فعندي أربع أنواع من النيرونز موجودة في جسمي، منها السنسوري موتور انتجريشن و اللي هي تسموها وصل، تسموها أن أكسونك نيرون. تركيب النيرون، نرجع طلع النيرون هيو تركيبه، حكينا هاي السيل بادي، هاي السيل بادي، هاي النيوكليوس، بعدين هاي الدندرايت طالع من السيل بادي، بعدين عندي العنق هذا اكسون هيلوك، بعدين بيجي عندي الاكسون هذا الاكسون، بعدين عندي التيرمينال اند. الان لاحظوا موجود على الاكسون او موجود في النيرون فقط على الاكسون، فقط على الاكسون وجدوا في لفائف هاي الشكل، هذا لفيفة، لفة لفائف هاي طلعوا عليها من جوا، شافوا هيك لفة واحدة لفتين ثلاثة. اللفة الواحدة هاي لما درسوها وجدوها انها عبارة عن لبت دهون، سموها ميلين، ميلين معناها دهني، ميلين شيف طبقة دهنية. الآن مجموع اللفائف كلها، هاي كلها الميلين شيث بتكون بالمئات بالألاف، سموها شوان، شوان على اسم العالم اللي درسها، شوان سيل، خلية شوان مجموعة من الميلين شيث حوالين الأكسون فقط، بتلاقيها ما بتلاقيها في مكان آخر، فقط حوالين الأكسون، فاسمها شوان سيل مجموعة من الميلين شيث. لو نطلع هون على الأكسون يا جماعة، طلعوا كيف الأكسون هنا، إذا بتلاحظوا طلعوا كيف في ميلين شيث، آسف نعم في ميلين شيث، إيش هذا في ميلين شيث هنا على الأكسون، فراغ ميلين شيث فراغ، فبتلاحظوا هنا الأكسون مبين. هاي الفراغات اللي هنا ما بين الميلين شيث واحد واثنين وثلاثة بناتهم وهكذا، هاي الفراغات بنسميها نود اوف رينفير، عقد رينفير، عالم اسمه رينفير زيه زي شوان. حكى النود اوف رينفير هنا ما فيها ميلين شيث، هي فراغات ما بين الميلين شيث. الآن وظيفة الميلين شيث هاي يا جماعة، قلنا احنا اهم وظيفة للأكسون او للنيرون هو تصنيع البيو إلكتريكال سيجنال، بيو إلكتريكال سيجنال إشارة كهربائية إمبولس، وهي بتروح على الأورجان بتخلي بتوصلهم كهرباء حتى يشتغلوا. الآن حكوا الميلين شيت في الأكسون إذا كانت موجودة في الأكسون بتزيد من سرعة التيار الكهربائي، هنا بتعمل أكسيلريت، أكسيليوريت the impulse، بتزيد من سرعة التيار الكهربائي. إذا وين ما في ميلين شيث تلاقي التيار الكهربائي طاير بسرعة عالية. طبعا هاي واحد، بعدين
لما بده يوصل للثاني في بيناتهم فراغ نود اوف رينفر، هذا غير موجود في ميلنشين. شو بده يصير فيه؟ بده يقل. فالاكسون اللي ما عليه ميلنشيت بتلاقي التيار الكهربائي فيه بطيء. يعني لو حكينا سرعة التيار الكهربائي 1 على 1000 جزء من الثانية، في الميلنشيت بصير 2 على 1000 أقل. فبتلاقي التيار الكهربائي هيك ماشي، في الميلنشيت سريع، في النود أوف رينفر بيعمل له جمبنج بسقط بقل، بعدين برد يجمع حاله وبروح على 2، سريع سقوط سريع سقوط حتى يوصل التيرمينال اند. هذا الجامبينج التيار الكهربائي بنسميه سالتاتوري كوندكشن. سالتاتوري كوندكشن اي توصيل متقطع، هيو سالتاتوري كوندكشن، مش عارف مكتوب ولا لا، فرجيكم اياه. يعني جامبينج في التيار الكهربائي في النود اوف رينجر لانها لا تحتوي على ميلينشيت، اما الجزء اللي فيه ميلينشيت بيمشي بسرعه. هاي اهم ميزه في الاكسون او في النيرون. اشوف موجود السالتاتوري كوندكشن، المفروض تكون موجوده الان. هاي مش عارف اذا هنا موجوده ولا لا. اي نعم، سالتاتوري كوندكشن المنطقه هاي النود اوف رينجر. هذا ان جنرال تركيب الاكسون، مهم جدا نعرفه. نرجع كمان، نعم وضحنا انواع النيرون، موتور سنسوري انتر نيرون، بعدين حكينا عن تركيب الاكسون والميلين شيت، ونيجي هنا الان يا جماعه. طلعوا البريم، حكينا عنه سنترال نيرفس سيستم، البريم سنترال نيرفس سيستم، حكينا النيرونات اللي موجوده فيه عددها بالبليون. هاي البليون نيرون تجمعت مع بعض وشكلت النسيج الدماغي. هاي مجموع السيل بوديز، هاي من مجموع من النيرونات بسموها جوا الجروب هذا بسموه تراكت، شكل اسمه تراكت او بسموها هاونا كلاستر. مجموع الجروبات من النيرونات بسموها تراكت كلاستر نيوكلياي. اما مجموع النيرونات في البريفيرال هذا بسموه نيرف. نيرف ميز نيرف خارج جوا الدماغ بسموه تراكت. الان لو نطلع على النيرون بقول لك النيرون جواته جوا السيل بادي هاي دندرايت، هاي اكسون، هاي ترمينال اند، في حبيبات سود هنا اسمها نزل بوديز، هاي وظيفتها انتاج ايش؟ انتاج البروتين. فحكينا السيل بادي بصنع البروتينات اللي مهمه لبقاء او حتى انه تساعد النيرون في البقاء. هاي النزل بادي طلعوا كيف شكلها، هاي حبيبات وظيفتها انتاج بروتين بغذي فيه النيرون. واضح يا جماعه؟ فالان احنا صرنا عارفين شو معنى سنترال بريفيرال انتر نيرون. سنسوري نيرون بسموها افيرنت، اللي هو اللي جاي من الايد هاي ورايحه على البرين والسباينال كورد، بسموها افيرنت او سنسوري مدخلات. هنا انتر نيرون حكينا في البرين والسباينال كورد بتحلل بتعمل انتجريشن، او بسموها انتر نيرون اسوشيشن نيرون. رده الفعل موتور، موتور نيرون هي بسموها افيرنت مخرجات. وضحنا شو معنى نيرف، وضحنا شو معنى تراكت. الان بضل علينا هذول فيما بعد نشرحهم. لهون واضح الامور يا جماعه؟ واضح الامور؟ واضحه. طيب في حدا مش فاهم اشي من اللي شرحته عن النيرون؟ الان المره الجايه خلينا نوقف لهون بكفي. المرة الجاية نكمل حديث عن النيرون. حكينا اللي هو هذا دندرايت سيل بادي اكسون وتيرمينال اند، بلش في الدندرايت، نحكي عن الدندرايت بعدين بنحكي عن الاكسون، اوكي، بنحكي عن السيل بادي كمان، بلش فيهم واحد واحد، اوكي تمام.
ماشي جماعة، إذا ما في عندكم أسئلة يعطيكم العافية. في حد عنده سؤال؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم يا رب، الله يعافيكم. خليني أنهي. Stop.